برحب بحضراتكم من تاني، وخلينا نرجع نتكلم على الدور الكبير والمهم اللي بتقوم بيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وقت قياسي، وده كله لدعم خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مش بس بإتاحة كل الخدمات المميكنة أو الخدمات الإلكترونية بداية من التصفح المجاني لكل المواقع التعليمية للمدارس والجامعات، إضافة 20% رصيد مجاني على الإنترنت المنزلي عشان ولادنا طبعاً، وإحنا عارفين مع تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات يقدروا إن هم يدرسوا في البيوت بدون تكلفة، لكن كمان في إجراءات قام بيها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربعة في مصر لتقديم عروض تحفيزية على خدماتها في حالة شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، سواء بنتكلم من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش، ودي العروض اللي هتخلي أي حد هيشحن هياخد 30 ضعف الرصيد المشحون، دقايق وحدات مجانية لمدة شهر. تفاصيل أكتر الحقيقة هنتكلم فيها عن هذه الخدمات المهمة لينا كلنا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي بيشاركنا في الحوار عبر بث مباشر من خلال كاميرا اكسترا نيوز. صباح الخير على حضرتك سيادة الوزير. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، وفي البدايه طبعا انا بشكر حضرتك وبشكر جميع العاملين في الوزاره على المجهود الكبير اللي بيساهم اكيد في توفير كتير من الخدمات للمصريين، واللي بيخلينا يعني بنقدر نتكيف مع الوضع الراهن ان احنا نلتزم اكتر في بيوتنا، وفي نفس الوقت ان احنا نكون بنمارس يعني انشطه حياتنا بشكل عادي، ولادنا كمان يقدروا ان هم يعني يحصلوا على يعني التعليم والحصص والمذاكره، يعني مفيش حاجه تروح مننا. خلينا نتكلم مع حضرتك الاول في مساهمه الوزاره في تعليم الاطفال عن بعد او الدراسه من خلال تواجدهم في المنازل. بالفعل يا فندم زي ما حضرتك تفضلتي، هي مجموعه من المبادرات طرحتها وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف أكثر من عنصر الحقيقة. يمكن أول هدف هو مساندة قرار وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بغلق المدارس والجامعات لأسبوعين. فوزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات قررت أن تتيح كل المواقع التي تحددها الوزارتان مجانا لأبنائنا الطلبة، ليس فقط الأطفال ولكن كل الطلبة في كل مراحل التعليم المدرسي والجامعي. كل المواقع التي تحددها الوزارتان التربية والتعليم والتعليم العالي، ونحن في تنسيق كامل مع هاتين الوزارتين في هذا الشأن، نتلقى منهما قوائم بتلك المواقع ونتيحها مجانا لأبنائنا الطلبة في كل مراحل التعليم. تمام سيادة الوزير، الخدمات التعليمية اللي اتقدمت للطلبة وأولياء الأمور، هل حضرتك بتشوف إن هي أو هل الوزارة رصدت إنها زودت من إقبال الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة على بوابات التعليم الإلكترونية؟ يعني هل ده ساعدنا أكتر في إن إحنا نكون أو استغلينا أو تم استغلال هذه الأزمة بشكل إيجابي نحو التعليم الإلكتروني؟ هو يعني زي ما بيقول يا فندم رب ضارة نافعة، لأنه التعليم الرقمي أو التعليم عن بعد أو التعليم من خلال المنصات الرقمية أصبح هو الاتجاه السائد في كل دول العالم، وأصبح ضرورة حتمية إذا كنا نريد أن نتوسع في تعليم جيد لأولادنا. لابد أن يكون تعليم من خلال المنصات الرقمية أو من خلال المزج بين الوسيلة التقليدية والوسيلة الرقمية، فربما يكون هناك فائدة من يعني هذه الأزمة التي نمر بها جميعا، هو أن نبدأ في التكيف والتأقلم مع هذه الوسيلة الفعالة الجديدة في التعليم. تشجيع الطلبة على الدخول من خلال الدخول المجاني وعدم احتساب فترات تصفحهم لهذه المواقع ضمن الباقات التي يشتركون بها ربما يكون حافز إضافي لكي يقبلوا أكثر ويتشجعوا أكثر على استخدام هذه الوسيلة.
تمام سيادة الوزير، الوزارة يعني من المعلوم ان هي بتدعم يعني الأنشطة التعليمية المختلفة، هل في رصد لزيادة تكلفة هذا الدعم يعني، او انه مع الوقت يعني اذا ما استمرينا في فترة اجازة اطول داخل المدارس والجامعات هل يعني بيتم مراعاة هذه المدة، هل هيكون في دعم اكبر مقدم خلال الفترات القادمة؟ انا بتكلم خصوصا للطلبة والطالبات. يعني احنا كما قلت في تنسيق مستمر، وانا في شخصيا في تواصل مع زميلي معالي وزير التربيه والتعليم ومعالي وزير التعليم العالي حول هذا الموضوع، ابنائنا الطلبه ومساندتهم ودعم العمليه التعليميه امر في غايه الاهميه، ويتعين علينا دوما ان نسانده في اوقات اليسر والعسر سواء. طيب سيادة الوزير، العروض الترويجية للشحن عن طريق الانترنت وحث المواطنين ان هم تكون كل تعاملاتهم الكترونية، يعني ما احتاجش ان انا اتواجد امام البنوك او اروح البنك بشكل مباشر، ابتدي اتعامل مع كل الفواتير او يعني المتطلبات مني بشكل عام الكترونيا. تم التنسيق ازاي ما بين هذه العروض وتحديد الخدمات اللي هي المواطن بيحتاجها بشكل دوري او شهري او اسبوعي؟ هو زي ما حضرتك تفضلتي، هناك حزم من المبادرات طرحتها ايضا وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم فترات اطول من خلال منح كل المشتركين في خدمات الانترنت الثابت 20% اضافه في حزمه الانزال التي يشتركون بها. يعني لو مواطن مشترك في حزمه تتيح له 140 جيجا في الشهر، فخلال هذا الشهر سيتلقى 20% زيادة، يعني 28 جيجا تجبر إلى 30 جيجا زيادة. الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع المواطنين أكثر على البقاء في منازلهم فترات أطول واستخدام الإنترنت في التعلم أو حتى الترفيه أو يعني الاطلاع على الأخبار أو أي شأن آخر دون أن يخشى من نفاذ الباقة خلال هذا الاستخدام الذي يستطيل أكثر من المعتاد. المبادرة الثانية اللي ربما سيادتك أشرت إليها في المقدمة هي تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية، وهي أيضا يعني أمر شأن التعليم عن بعد، هو الاتجاه السائد الآن أن نقلع عن استخدام الأوراق النقدية أكثر مما ينبغي ونتجه إلى الوسائل الرقمية في السداد والدفع، لأنها أأمن، لأنها أكثر فعالية، لأنها أيضا لا تساعد على انتشار الأوبئة والأمراض كما هو الحال في الأوراق النقد. ومن ثم طرحنا مبادرة لتشجيع المشتركين في خطوط الموبايل على سداد عن طريق وسائل السداد الرقمي، من يسدد على عن طريق هذه الوسائل يتلقى 30 ضعف القيمة التي اشتراها، يعني لو اشترى ب 10 جنيه وحدات أو دقائق يتلقى 300 دقيقة أو وحدة. تمام. من كل شركات المحمول الأربعة. طيب ده إجراء جيد جدا سيادة الوزير، لكن كمان كان في توجيه من حضرتك بزيادة عدد مكاتب البريد اللي بتعمل في الفترة المسائية، وحضرتك يعني سيادة الوزير تعلم أن ربما يكون بعض من أهالينا كبار السن أو الحاصلين على المعاش لا يجيدوا التعامل مع يعني المنصات الرقمية المختلفة، توجيهات حضرتك لمكاتب البريد بالعمل خلال الفترات القادمة يا سيادة الوزير؟ الحقيقه الاسبوع اللي فات لكي يعني يسهل فعلا على اهلنا من كبار السن وارباب المعاشات ضاعفنا عدد المكاتب التي تعمل حتى السادسه مساء. كان هناك 350 مكتب على مستوى القطر المصري كله تعمل حتى السادسه مساء لصرف المعاشات لأهلنا في مختلف المحافظات. الأسبوع الماضي زودنا عدد المكاتب من 350 إلى 2000 مكتب تعمل حتى السادسة مساء لمنع التكدس والتزاحم على المكاتب، لأنه أيضا هناك إجراءات مقترنة
بهذا الحد من عدد المواطنين الموجود داخل المكتب الواحد لما لا يزيد عن أكثر من 5 حتى لا يحدث تزاحم واحتكاك بين المواطنين داخل المكاتب. فأردت من يعني زيارة عدد المكاتب أن نخفف على المواطنين خلال فترة تلقي المعاشات، زودنا من 350 مكتب إلى 2000 مكتب. أيضا فواتير التليفون الثابت التي كانت تستحق في آخر شهر مارس مدينا فترة السداد دون أن يعني يؤدي عدم السداد بنهاية مارس إلى انقطاع الخدمة، حتى أيضا لا يعني نزيد من أسباب النزول من المنزل خلال هذه الفترة الحرجة. طيب هل ده سيادة الوزير ساري على باقي الخدمات مثلا؟ يعني وحضرتك بتتكلم عن سداد فواتير التليفون، هل ده كمان بيسري على باقي الخدمات اللي بتتعلق بسداد الفواتير الأخرى زي الكهرباء أو المياه أو الغاز اللي بتسدد سواء إذا كان يعني أحد أو بعض المواطنين ما بيقدرش يعني يتعامل إلكترونيا يعني؟ ممكن من خلال مكاتب البريد يا فندم، مكاتب البريد تقدم خدمة سداد فواتير الكهرباء، وزي ما قلت مكاتب البريد هناك 2000 مكتب فتحة حتى 6 مساء. طيب لمن لا يجيد التعامل مع المنصات الرقمية التي يمكن السداد من خلالها. طيب سيادة الوزير حضراتكم كمان ساهمتوا بشكل كبير جدا في زيادة عدد الخطوط الساخنة او يعني في يعني والتعاون مع وزارات اخرى معنية بهذا الامر، منها وزارة الصحة، توفير خطوط يعني الخطوط الساخنة المجانية للرد على استفسارات المواطنين، ويعني الخطوط بتتعلق بالاغاثه او الاستفسار عن فيروس كورونا. يعني عايزين يعني حضرتك تقول لنا يعني هذه المنظومه ازاي بيتم التنسيق ما بينها ما بين وزاره الاتصالات ووزاره الصحه. بالفعل يا فندم بنسق مع زميلتي معالي وزيره الصحه منذ يوم الخميس الماضي، زودنا عدد المتلقي الاتصالات والاستفسارات في مراكز الاتصال عن مرض كورونا وأسبابه وكيفية تجنبه، وزودنا 200 شخص جديد منذ يوم الجمعة الماضي. أيضا أتحنا الاتصال بخطوط وزارة الصحة الساخنة الخاصة بالاستفسار عن المرض ومسبباته وكيفية تجنبه مجانا لكل المواطنين، فيمكن لأي مواطن أن يتصل بالخط الساخن لوزارة الصحة ويستفسر عن المرض وتفاصيله دون أن يتكلف أي أعباء مادية. واقترن بهذا زيادة عدد متلقي الاتصالات حتى لا يحدث فترات انتظار طويلة في مراكز الخدمة. طيب سيادة الوزير ايضا يعني خلينا نروح للغة الارقام. احنا لدينا يعني طبقا لاخر الاحصائيات، وان اخطأت يعني ارجو من حضرتك التصحيح، 95 مليون مشترك بيستخدم المحمول في مصر و43 بيستخدموا الانترنت. يعني خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يعني توفير الخدمات لهذا العدد، بنتكلم على 95 مليون للمحمول و43 مليون للانترنت. تمام. بالنسبة للمحمول يا فندم، احنا طرحنا منذ 3 شهور مبادرة من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام ببناء مركز لمراقبة خدمات المحمول، يراقب الخدمة في 91 نقطة مختلفة كل شهر على مستوى الجمهورية للشركات الأربعة، وينشر نتائج هذه الاختبارات على صفحته على الإنترنت، ومن ثم يستطيع كل مواطن أن يعرف مستوى الخدمة التي تقدم له في مكان عمله أو مكان إقامته، ويستطيع أن يختار المشغل الأكفأ في المنطقة التي يستخدم بها جهازه المحمول. الهدف هو تحقيق شفافية للمواطن أن يعرف مستوى الخدمة التي تقدم له، وأيضا تحفيز المنافسة بين الشركات لكي تسارع في تقديم خدمات أفضل لمشتركيها. بالنسبة للإنترنت الثابت، خلال عام 2019 حقيقة
مصر حققت قفزة كبيرة في متوسط سرعة الإنترنت الثابت. بدأنا عام 2019 بمتوسط سرعة 5.6، النهاردة إن شاء الله هذا الشهر تلقيت تقرير من الشركة العالمية المتخصصة في قياس سرعة الإنترنت في كل دول العالم، تلقيت تقرير عن الشهر الماضي متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر 30 ميجابت، يعني حوالي 6 أضعاف ما كنا عليه. ترتيب مصر في بداية عام 2019 كان نمرة 40 من نمرة 43 دولة إفريقية، النهاردة إحنا في المركز الثالث على مستوى أفريقيا. هذه النقلة الحقيقة تسهم في سرعة الإنترنت. أيضا لابد أنه السادة المواطنين يبادروا بتغيير أجهزة الراوترز داخل المنازل لكي يستطيعوا أن يستفيدوا من هذه السرعات العالية. أيضا زودنا حزم الإنزال بدون كلفة إضافية حتى لا يعني تؤدي السرعة العالية إلى سرعة نفاذ الباقات الإنزال. نعمل أيضا على نشر شبكات الألياف الضوئية في أحياء جديدة، في المدن الجديدة، في مختلف محافظات الجمهورية لكي ننشر خدمة الإنترنت على التليفون الثابت لعدد أكبر من المواطنين إن شاء الله. طيب في ظل سيادة الوزير هذا الدور الحقيقة، وأنا مش بجامل اللي بتقوم بيه الوزارة في وقت قياسي، وده بكل تأكيد بيعجل خطة التحول الرقمي اللي بتسعى ليها الدولة المصرية بشكل عام في مختلف القطاعات والمجالات. كمان يا فندم عايزة حضرتك تقول لنا على خطة الوزارة في مواجهة المخالفات الإلكترونية وتوفير نشرات دورية بهذه المنصات الإلكترونية والتطبيق الإلكتروني للتحفيز، يعني تحفيز كافة المواطنين على يعني الاتجاه نحو التحول الرقمي ومنع المخالفات الإلكترونية. هما الحقيقة فندم موضوعين مهمين اللي حضرتك طرحتيهم، موضوع التحول الرقمي بمعنى تقديم خدمات الحكومية بشكل مرقما ضمن مظلة أوسع وأكثر رحابة وهي بناء مصر الرقمية، هذا المشروع العملاق الذي تتضافر فيه كل جهود الدولة المصرية بأجهزتها الحكومية بمؤسستها المدنية بمواطنيها بقطاعها الخاص، كل أجهزة الدولة تتضافر من أجل بناء مصر الرقمية. أحد أعمدة بناء مصر الرقمية هو تقديم الخدمات الحكومية على نحو مرقما. بدأنا في عام 2019 مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد، النهاردة بنقدم في بورسعيد أكثر من 100 خدمة مرقمنة، خدمات المرور، خدمات التوثيق، خدمات التموين وغيرها، حزم كثيرة جدا من الخدمات، سداد الفواتير، يعني يمكن المواطن أن يدخل على المواطن في بورسعيد أن يدخل على هذه المنصة يعرف المركبات التي يملكها، مواعيد تجديد رخصها، يسدد المخالفات من خلال الإنترنت، يسدد رسوم التأمين الإجباري، يسدد رسوم الترخيص، ثم يتلقى الرخصة وهو في منزله ما لم يكن هناك فحص إجباري على المركبة. طبعا دي نقلة نوعية من انه كان المواطن يذهب الى المرور بنفسه وربما يكابد عناء لكي يجدد رخصته، النهارده يقدر يعملها هو في منزله. ايضا التوكيل مثلا كان يستطيع المواطن الان انه يختار نوع التوكيل، يملى البيانات، يسدد رسوم التوكيل، ثم يذهب الى مكتب الشرع العقاري في الميعاد الذي يحدده فقط لكي يتحقق الموثق من شخصيته ويتسلم التوكيل. كل هذه الخدمات لم تكن متاحة من قبل، النهاردة متاحة بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد. نخطط الآن أيضا ضمن مشروع مصر الرقمية لإتاحتها في باقي محافظات القطر المصري في خلال عام 2020 بإذن الله. الموضوع الثاني اللي حضرتك طرحتيه هو المخلفات الإلكترونية. أي. نتخلص من أجهزة الحاسب القديمة، نتخلص من أجهزة الاتصالات القديمة بما فيها من ألواح تحمل مكونات إلكترونية، إذا لم يتخلص منها على نحو يراعي حقوق البيئة ربما يحدث ضرر
وسلبيات على البيئة ومن ثم على صحة المصريين. الهدف من هذا المشروع الذي نتشارك فيه مع وزارة البيئة ومع الحكومة السويسرية أيضا التي تقدم لنا يعني تعاون بناء في هذا المضمار، نقيم مشروع لتجميع هذه الألواح وتفكيكها بواسطة شباب سنعلمهم كيف يمكن تفكيكها بشكل سليم، ثم التخلص منها على نحو صديق البيئة، وأيضا الاستفادة من المعادن النفيسة التي تحويها هذه الألواح. سيادة الوزير، برامج التدريب المختلفة وتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة برامج التدريب، يعني التدريب على المهارات الرقمية، وده ملف هام أيضا، وبكل تأكيد أنه بيساعد الشباب أنها تكون مع الدولة جنبا إلى جنب في يعني هذه الخطة أو خطة الدولة نحو التحول الرقمي. بالفعل يا فندم، هذا الملف هو يعني في ذروة اهتمامات وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، وهو العمود الفقري لاستراتيجياتها، وهو توسيع قاعدة الكوادر المدربة المتعمقة في كافة أطياف وروافد الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، وهذا هو السبيل الوحيد لكي تصبح مصر مركز لهذه الصناعة على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. لابد من تدريب عدد أكبر من الشباب على تقنيات وعلوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. سنة 2018 كنا بندرب 4500 شاب على مختلف تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. في سنة 2019 دربنا حوالي 13,000. نستهدف هذا العام إن شاء الله أكثر من 20,000 شاب يدربوا على وسائل، على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكافة روافدها وأطيافها، بالإضافة إلى 20,000 شاب آخرين يدربوا على أوليات التكنولوجيا المعلومات لكي يستطيعوا استخدامها في أعمالهم. يعني 20,000 سيصبحوا متخصصين في هذه الصناعة، و20,000 آخرين يستخدموا تكنولوجيا المعلومات في وظائفهم وحرفهم المختلفة. طيب سيادة الوزير، ده هياخدنا برضو لأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي واللي بيعزز التجارة الرقمية خلال الفترة القادمة. إيه الخطوات الجديدة سيادة الوزير؟ أيضا هذان الموضوعان في منتهى الأهمية، يعني لو سمحت لي يعني أتحدث عنهما. أبدأ بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي أحد أهم روافد تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي، التي تعتمد على اختزان قدر هائل من البيانات ثم إجراء عمليات تحليلية ومقارنات بالغة التعقيد وال يعني التركيب خلال أوقات وجيزة. بدأنا بإنشاء مركز للبحوث التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا المركز يتعاون الآن مع مجموعة من الشركات العالمية لإنتاج حلول تسهم مساهمة بناءة في مختلف قطاعات الدولة، كالصحة، كالتعليم، كالزراعة، كالبيئة. يمكن أول مشروع بدأنا فيه هو مع شركة فرنسية، تعاقدنا معها على برنامج للكشف المبكر عن تآكل القرنية من جراء مرض السكر. هذا التطبيق إن شاء الله في خلال شهور سيصبح جاهز ليستعان به في المستشفيات المتخصصة في هذا المرض. أيضا بدأنا تطبيق آخر مع شركة أمريكية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعرف على الآفات في الحقول، في محاصيل القطن والقمح. يمكن التعرف على الآفات من خلال طائرات دون طيار تمسح الحقول وتلتقط صورا كثيرة، ثم
تقارن هذه الصور بالصور المختزنة داخل النظام، ونتعرف على النباتات المصابة ويتم رشها، ومن ثم نقلل من الكيماويات التي ترش بها المحاصيل فنوفر ثمن الكيماويات، وأيضا نقلل من استخدام هذه الكيماويات الضارة بالبيئة الضارة بالصحة. هناك برنامج طموح وطويل للمزيد من التطبيقات، نسعى الآن للتعاقد مع شركات متخصصة حولها. الهدف من هذا المركز هو إنتاج تطبيقات لها بعد تنموي اقتصاديا ومجتمعيا، وأيضا تدريب عدد من شبابنا على هذه التقنيات تسمح لهم باستخدامها في أعمالهم فيما بعد. بالنسبة لباقي مبادرات الذكاء الاصطناعي، أيضا نعمل تعاقدنا مع جامعة فرنسية مرموقة لتدريب 1000 شاب خلال 18 شهر على علوم البيانات وتحليل علوم البيانات، أيضا ليصبحوا متخصصين في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. طيب سيادة الوزير، طبعا كل ما حضرتك ذكرته بالتأكيد بيصب في مصلحة المواطن والشباب، وأكيد عندنا إتاحة كده لعدد أكبر من فرص العمل، وخصوصا احنا بنتكلم على فرص العمل أو توفير فرص عمل غير تقليدية بتساهم في زيادة دخل الشباب، وكمان بتفتح لنا آفاق جديدة نحو عمل بشكل مختلف غير الشكل التقليدي المتعارف عليه في ظل هذا التطور. إن شاء الله يا فندم، هو الهدف من كل هذه الوجود هو خلق فرص عمل أكثر للشباب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو زيادة الصادرات الرقمية من مصر إلى دول العالم، الصادرات التي تعتمد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذان هما الهدفان الأساسيان وراء كل هذه المبادرات، وهما ما يتيح لمصر أن تتبوأ المركز الذي يليق بها في هذه الصناعة التي غدت من أهم الصناعات والقطاعات على مستوى العالم، وأصبحت قاعدة أساسية لكل القطاعات الأخرى. الحقيقة أنا بشكر حضرتك جدا سيادة الوزير على إتاحة هذه الفرصة وإتاحة هذا الوقت والمعلومات، اللي بكل تأكيد إحنا كلنا كمصريين هنكون سعداء بأن بلدنا بتاخد خطوات سريعة جدا في زمن قياسي نحو التحول الرقمي ومواكبة العصر وتقديم كافة الخدمات للمواطنين في ظل كمان ما يحدث من تطورات في جميع أنحاء العالم. شكرا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشكر حضرتك ومزيد من التوفيق بكل تأكيد، لأن احنا بنتكلم على المستقبل والتطور. يعني في ظل مثلا أزمة مواجهة فيروس كورونا، لو كانت الدولة المصرية مش مستعدة بوزارة اتصالات وتكنولوجيا معلومات قوية تقدر تواكب العصر والتطور وتستخدم إمكانياتها في إن أنا أخلي الناس تقدر تقعد في بيوتها أكتر وتاخد خدمات بشكل جيد، لو إحنا ما كناش كدولة برضو بقول وبثمن على الخطوات اللي مصر خدتها قبل كده يا جماعة، الخطوات اللي الدولة المصرية اشتغلت عليها واللي الرئيس الحقيقة اشتغل عليها من 2014، هو ده اللي بيخلينا لما جه يعني حصل ابتلاء ووباء في العالم ان احنا قدرنا بامكانيات الدولة المصرية وهذا التطور ان احنا نواجه هذه الأزمة، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يحفظكم جميعا ونقدر كلنا نتخطاها. خلي بالنا نقعد في البيت رجاء، ما ننزلش الا الضرورة، ما فيش، نهتم طبعا بالنظافة وغسل الايدين، وبلاش نسلم، وبلاش يعني العادات اللي احنا متعودين عليها، بلاش تجمعات، يعني فترة وجيزة نستحملها مع بعض وهتعدي على خير. نخلي بالنا من ولادنا، ما فيش داعي للتكاتف على السلع، زي ما قلنا السلع موجودة متوفرة، وربنا يحفظكم ويحفظ مصر. واللي عايز يتبرع طبعا ما ننساش، مهم جدا، والجنيه هيفرق على صندوق تحيا مصر. شوف حضراتكم على خير ان شاء الله باذن الله، دعواتي ربنا يحفظكم جميعا يا رب، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بكره يتجدد لقائنا وحلقه جديده من هالصباح الساعه 8 الصبح بالتمام. تحياتي لحضراتكم، اسماء مصطفى، اشوفكم على خير.